عارف انت عارف انا جايبك ليه؟ عشان انا سمارت وكينج المارشال ارت، وانا اللي هعرف اتعامل مع الناس الزباله اللي فوق. لا اعرف، انا جايبك عشان انت زباله زي الناس اللي فوق. ربنا يحفظك. الخطه كالاتي: هتاخد لذيذ وهتطلع، وانا وساره هنستنى هنا. لو لا قدر الله حصل حاجه لذيذ هنعرف نصلحه ومفيش مشكله. طب وانا؟ لا انت مش مهم. ده العشم برضه. ساره حفظت لذيذ دوره؟ ما تقلقش. لذيذ انت ايه؟ روبوت. لا مش قصدي كده، قصدي انت عامل شخصيه ايه؟ رجل بلطجي. انا خذلتك كتير يا باشمهندس، واللهم لك الحمد. انت اول مره تبعت لي في حاجه انا فاهم فيها، ودي حتتي وملعبي. ما تعيطيش يا مدام، انا عايزكم تقعدوا تريحوا وتشربوا عصير كمان. واللي فوق ده هو اللي هيزعل، والبيت ده مش هينام زعلان النهارده. اوعى وليها يا جامده، الشقه ما فيهاش راجل، الشقة ما شافتش رجالة. لا يا يوسف، هي وصلت للدرجة دي؟ احنا لازم نبلغ البوليس. نبلغ البوليس نقول لهم ان شاء الله ان البيت طلع يتهجم على الناس في بيوتها؟ ولا طلعت بدماغي؟ مش انت اللي قلتها اطلع؟ ارجع يالا. ولما انت حماية كده، امال ايه الشلفاطة اللي في وشك دي؟ اللي حصل بقى يا باشمهندس، ده لسه الباب بيتفتح وبشتم اول شتيمة. الشقة ما شافتش رجالة. انا مش قلتلك مليون مره ما تفتحيش الباب بالبندانة عشان انا غيور بطبعي؟ معلش يا معلم النبادي. انت مين ياض انت وهو عايزين ايه؟ احنا اللي جايين نعلمك الذوق والادب والاخلاق والتربيه اللي ابوك وامك معلم. طب حاسب بقى الحروف اللي بتقع منك احسن حرف ينط في وشي. معلمهولكش. ما شاء الله. والكتكوت الفصيحه بسرعه بديها ده بقى اسمه ايه؟ لذيذ. لذيذ، وجاي تعمل ايه بقى لذيذ؟ رجل بلطجي. رجل بلطجي، لا دور حلو. والدور ده بقى كاستنج ولا ترشيح مخرج؟ ساره شرحت لي البلطجه. ساره شرحت البلطجه، يبقى انا بقى اشرح لكم التشريح. رجاله، لحظه من فضلك. ان النصر الناتج عن العنف مساوي للهزيمه، من اقوال الرائع المهاتما غاندي. غاندي؟ انا مفيش غاندي الكلام ده. بقول لكم يا رجاله، الفويس اوفر ده ريش، وابو دهنه ده يبقى حلو في المفروض. حلال الله اكبر يا حبيبي، ده حاربهم بالحكمه فعلا. وهم حاربونا بالسنج وكذلك يا باشمهندس. طب ما شفتش دومبا؟ ما لمحتهاش. طب مش مشكله، مش مشكله اللي حصل لك ده، فده لذيذ. المهم ان انت حافظت عليه. ايه اللي حافظ عليه؟ ده اخ يا باشمهندس. طب هو فين؟ ما المعلم خده. خد مين يلا يا هفا انت؟ في ايه؟ في ايه يا باشمهندس؟ ضربني وعلم عليا وخد مني لذيذ، زي ما علم عليك وخد منك زومبا، اظن كده خالصين. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.